السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جانا لكم فيديو جديد ومش تحدي جديد. النهارده معايا احمد. مهم النهارده معايا احمد هنلعب لعبة تعبانية. طبعا ان شاء الله اعتقد كل ان كان حد منكم في جيل التسعينات او الثمانينات يعرف طبعا احنا نعمل ليجو. اللعبة دي حلوة جدا تحبوها. انا طبعا عامل دوري وبس للاسف في الماتش التاني يعني بس انا كنت مظبط التشكيلة وما ينفعش اعملها مرة تانية. كنت يعني هعرف بس نجيبها وخلاص في الماتش التاني عادي. احنا لعبنا مع لعبت الماتش الاول عشان كان نجربها واتدرب عليها والادينا في الماتش الثاني ضد يعني انا بلعب بهولندا. ثانية في خطوات هو طلع معايا مصطفى هو اللي بيخطط. السلام عليكم. نعمل تشكيلة كده نبدأ المباراة بتاعتنا. يلا بينا. احنا شخصاً يعني اقول لكم حاجة مهمة اكتبوا في التعليقات ارجو اشتركوا في القناة اعملوا زر اللايك وشيروا الفيديو على الفيديو. يعني انت لو احنا عندنا 36 مشترك لو كل واحد يعمل شير على الفيديو لو تلات اصحابه بس عملوا اشتراك كمل مستوى والله هارد الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي. وحشة نشوفها كده. شباب انا كل مرة بحطم على هدا 1-0 بس النتيجة بتقعد زي ما هي اللي التعادل 1-1 في الدقيقة الأخيرة. يا رب ما يحصلش كده معانا الماتش ده. قول يا رب يا رب قول يا رب يا مصطفى يا رب.
تعال مرة يا رب. أطوع مرة ثانية مرة ولا إيه؟ فاكرين فيديو سلام بتاع البازل؟ مصطفى عمال يلعب البازل مش عارف يعمل حاجة فاول. طب جيني قول لا شو هذا؟ ايه ده؟ ايه؟ عادي ازاي دي؟ حاولت تلفه ما عرفتش قلت لكم هذا في التعادل وفي اخر 10 دقائق ربع ساعة او 10 دقائق اكثر يا ربي لو كملت يا ربي لا شوفوا المنطوق داعي يعني بيتلاعب وبيكتب مش قادر تمشي بيها للمقطعين او مثلا صح؟ مارس هو اللي جاب الجون بتاعي مش عارف مين جاب طبعا الجون بتاعهم مكتوبين بالياباني كده انا المركز الثامن نجوم العالم الاول اعتقد ان كله انا ما لعبتش بجون العالم هقول لكم اني انا لما لعبت بيها ما كنتش يعني انا مثلا اعرف العب بيها وبحب العب بيها بس انا ما لعبتش بيها ليه انا قلت العب بالاول بدور يكون عامله عشان ما تستفيدش يعني وسيبت من بقى تختاروا وتحطوا بقى هنا انا هعمل هنا وتيجي هتدوسوا عليها هتدوسوا على الفرقه اللي انتوا عايزين تلعبوا بيها لكم انا لونه برتقالي ودلوقتي نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وما تنسوش تعملوا شير وتصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.